الأستاذة الدكتورة سحر الحيني، أستاذ السكر والغدد ورئيس وحدة الغدد والسكر كلية طب جامعة المنيا. في الحقيقة أنا عايزة أوجه نظر مرضى السكري اللي هم مفيش بيت في مصر بيخلو من مريض سكري، إن مرض السكري ليه مضاعفات على المدى الطويل، وهي التهاب الأعصاب مع قصور في الكلى يؤدي إلى الفشل الكلوي، أيضا التهابات الأعصاب المزمنة بتؤدي إلى مضاعفات كثيرة، بالإضافة إلى المرض نفسه، مرض السكري بيؤدي إلى مضاعفات في على المدى الطويل في القلب والأوعية الدموية، تصلب الشرايين، أيضا يؤدي إلى تصلب في الشرايين الطرفية للمريض، مما يؤدي إلى أعراض كثيرة إلى المريض وإلى أمراض كثيرة بالإضافة إلى مرض السكري. في الحقيقة مرض السكري انتشر انتشار غير طبيعي وبغزارة بين الشعب المصري، فحيث أن مصر تحتل المرتبة 8 على مستوى العالم في مرض السكري، ولذلك يجب الاهتمام بمرضى السكري من إعطائهم الاهتمام الكامل بالنسبة إلى التشخيص السليم وبالنسبة إلى العلاج السليم والمتابعة لفترات كثيرة، لأنه مرض مزمن بيؤدي إلى كثير من المضاعفات كما وجهنا نظر حضراتكم. أتمنى الصحة والشفاء إلى كل مرضى السكري. شكرا جزيلا.